صباح الفل يا حسين. ناجي مساء الفل يا حماده. بس انا فهمت طلبكم، خدوا الارداف دي هترسمكم وتقرب العرسان منكم. طب ما مسيروا ما يشوفونا على طبيعتنا. يا ست الضلمه ستاره، ابيض في النور ومفيش حاجه هتبان. لا يا عم ناجي، احنا عايزين نفضل كده على طبيعتنا احلى. اسمعي بس يا بنت، انا بظبطك. لا لا احنا كده احلى. الحق عليا لو عاوز اعمل منكم ستات. يلا يا راجل يا ممحون. يلا يا ولاد الكلب يا زباله. وناجي حبيبي. ايه يا عم حبيبي؟ حبيبي حماده وحشنا. وحشنا يا ناجي. انت اخي غاوي لعب عيال كده. بس دخلت عليه. دخلت اه. خفت. اه خفت. طب جالي اسهال عشان تستريح. ايد حقيقي دي ولا ورد؟ حقيقي عيني. ايوه. اعمل ايه بس يا حماد؟ حد يصدق ان انا اول دفعتي في فنون جميله وواقف الوقفه دي؟ يا عم انا رحمه ربنا يا عم، انت واقف على رجلك في غيرك زاحف. ده في ناس بنطلوناتها ابيض واسود من قاعده على الرصيفه. قول الحمد لله. الحمد لله. انت نكدت عليا. ها؟ نكدت عليا. اما دي وظيفه الصديق بقى انت بتتكلم فيها. بس انت فين يا عم؟ عندك برفيون حلو. انت ابن حلال مصفي. حاجه جديده اسمها انوثه. دي احط لها روج دي قبل ما ابخها. لا انوثه، اسمع مني، انا هرشها. ماشي. دي الدرجه دي حلوه. مبهره مبهره. الرياضة يا ناجي. انت جايبها من تحت بطنك ولا ايه ورشاش عليا؟ دي من بعد 10 ثواني بالظبط بتقلي بريحه ايه؟ ايه بقى؟ ملائكي. اه تصدق حلوه دي. عيب يا اخي. يلا الازازه هي يا سيدي. مش عارف ايه اللي حصل. هي بقول لك كانت عايزه نفس اليوم برضه. اه. اول ما صحت نفس اليوم. نفس اليوم والله يا. نفس اليوم. يلا صباح الفل. يا راجل بقى تصدق على فكره البنات كان عندها حق، وانت راجل ممحون. ضحكت عليه وحطيت له نفس الازازه المعفنه. كنت فين النهارده انت؟ كنت فين؟ وميل وكتب منديل. حميده! ايه منى القرف اللي انت بتعمليه ده على الميسه ده وعلى القرف ده؟ انت اتخضيت ولا ايه؟ اتخضيت. انت خليتيني على نفسي عملتها يا منى. ما تزعلش مني، انا قصدي بس كنت افاجئك يعني ان انا موجوده في الشقه وكده. طب عايزه ايه؟ وايه اللي جابك هنا ودخلت هنا ازاي؟ دخلت هنا ازاي؟ يا ما انت عارف ان انا معايا نسخه من مفتاح الشقه. الله، اقعد اقعد، ده انا عامله لك اكل يستاهل بقك. وتعملي نسخه من مفتاح الشقه ليه؟ مش ابن خالتي ولازم اطمن عليك واشقر عليك كل شويه؟ وابن خالتك تروحي عامله له نسخه؟ بس بقى خلاص ما تزعلش، بقول لك جايبه لك اكل وده اولا. طب وسابعا عشان خاطر تاخدي بعضك وتكلي على الله بقى. ايه اتشليت ولا ايه بت؟ مكسوفه. ومالك بتقوليها بترجرجيها قبل ما تطلعيها كده؟ مكسوفه ليه؟ اصل انا بصراحه كنت بتفرج على فيلم السفيره عزيزه بتاع سعاد حسني لما كانت بتطلع شقه الاستاذ شكري في غيابه. الاستاذ شكري؟ شكري اللي فوقينا؟ شكري فوقينا ايه؟ شكري سرحان. اه بتاع فيلم النمر والكلاب. ايوه لسه وكلاب. ايوه بالظبط لسه وكلاب. عارفه؟ برافو عليك. آه. هو بقى لما كانت بتطلع الشقه عنده هو مش موجود. آه. عشان بقى ايه؟ تغسل له هدمته وتروق له قعدته وتطبخ له لقمته. قلت بقى يا بنتي يا منمن. آه. هي سعاد حسني فيها ايه ازيد مني؟ آه. عندها عنين عن جنين، عندها بق عندي بق، جسمها كيرفي ما انا كمان جسمي كيرفي، ولو هي سفيره عزيزه انا كمان السفيره عزيزه. على رأيك ولا فيها أي حاجة زيادة عني؟ إذا كانت هي السفيرة عزيزة فأنت السفينة عزيزة. نورماندي تو ترابتا تو. إيه يا حمادة؟ في إيه يا حمادة مالك؟ ما بص بص عاملة إزاي؟ أنا نفسي تيجي تقف في مكاني وتشوفي. بص هتلاقي في بلاعة بتتكلم. أنت في إيه يا سيدي العشق اللي ما بيننا ولا إيه؟ شحال ما كانش مقرب تحدنا من 28 سنة. ما أنا ديك قلتيها 28 سنة، يعني الحكم سقط. يا منى وبعدين أبويا وأبوك كانوا قاعدين فاضيين عواطلية مش لاقيين شغل. قالوا ما تيجي نقرا فاتحة العيال بدل ما احنا قاعدين فاضيين. اه الله يرحم ايام زمان لما كنت بتيجي تقف لي تحت البلكونه وتقف على البلاعه عشان تشوفني. اقف على البلاعه على ديلي بقى ولا هعمل على عيب لك شنبات انا؟ اقول بقى كده، قول اللي انت عايز تحلاني. ما مش مركب معزه جنب انا احلها. تمام، اللي انت شايفه يا حماد اعمله. صلى على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. شفتي فجاه؟ بصي فجاه. اللهم صل عليك يا نبي. اه والله وابور بتاع نجيله فجاه اتحولتي. فجأة بتتحولي من رومانسية للحيوان الضب. كل ده إرادة تاكسي؟ اسمي يا نص باكو. ما شاء الله يا حميدة. العزل ده. شفت أنا عارف سكتك إزاي؟ النبي بعشقك يا ابن خالتي. حمار جبلي فجأة. بصي. مش خسارة فيك الأكل اللي أنا عاملاه لك. ماشي يا ست. يلا أنا هاخد الفروج وهسيب لك الكيكة. طب يلا. يلا. جاتك 60 كيكة.
يلا لا اله الا الله. سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بجنبك بجنبك. بقول لك حاسب البيت هيقع. الله يكرمك. حاسب بقى. خرجني. ضعي بالجنب. اهو. يلا. سكي. يا اسطى؟ لا والله مستني فوق ياباني، مؤاخذة يا باشا. ده لبنان يا اسطى. ولا العراق يا ريس، معلش في عطل في العربية بس. أبو زهرة حبابها مقفولة مواليد. سميحة وصباح وخالد وأحمد وإكرامي وهند وفاطمة عاملين إيه؟ الحمد لله. تمام الحمد لله؟ الحمد لله. Bonjour, shérif. صباح الخير. T'as bien dormi hier soir? Alhamdulillah. Shérif. نعم. Je veux te parler d'un sujet très sérieux. تفضلي. أنا من ساعة ما وصلت هنا مش شايفة غير ناس غريبة، ناس مش من مستواك. أنا ما غصبتكيش إنك تيجي معايا، أنت اللي أصريتي إنك تيجي معايا مصر. مش عاجبك خروجاتي اتفضلي خدي عربية وروحي أي حتة أنت عايزاه. مش عاجبك مصر سافري. أنا بقى هقعد. أنا جاي هنا عشان أعيش الذكريات الحلوة اللي أنا عشتها في بلدي. أوكي. كون تو. بون جورني. صباح الخير. صباح النور يا فندم. صباح الخير يا دكتور. اتفضل العربية جاهزة. حمادة جه؟ حمادة؟ حمادة مين؟ حمادة محمد حسين السواق اللي كان معانا امبارح. مش ده سواق عندكم في الاوتيل؟ يا فندم هو سواق عندنا في الاوتيل. خلاص انا عاوز السواق ده والعربيه دي يبقوا هم اللي معايا على طول. حاضر يا فندم. انا هغير السكادجول بتاع السواقين وهيكون معاك النهارده ان شاء الله. شكرا. بعد اذن. محمد حسين اجيبه منين دلوقتي؟ محمد حسين اعمل ايه انا في اليوم اللي مش عايز يعدي ده؟ الحقني يا مستر شرف. في ايه يا ايمن؟ انت على طول تخضيني كده. الدكتور شريف عايز محمد حسين ومصر عليه. مين محمد حسين؟ السواق اللي كان معانا امبارح. يا سلام، امبارح كان مانجيجو والنهارده مصر عليه؟ بقوا اصحاب امتى دول؟ اتصرف يا ايمن اتصرف، انا مش فاضي. يا جرح. فاضي يا اسطى. يا جرح اتفضلي يا حاجه. اتفضلي اتفضلي. الو الو. صباح الفل يا ايمن باشا. ده ايه الصباح الجميل ده؟ لا 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 لا، انا هنا جنب الاوتيل. اجيلك. يلا يا ننوس. لحظه واحده يا ايمن باشا. خلص يا ننوس. انزلي يا حاج. يلا انزلي انزلي، البطاريه نايمه. يلا انزلي. نايمه يا مزهوك، ده انت اللي نايم. الله، انت وليه ليله الابت حاجه؟ ايه يا حاج؟ بقول لك ايه، ما تكترش يا حبيبي وتعالى وديني مدينه نصر. الفاضي ده. يلا يا حاج انزلي انزلي. يلا يومك يعدي وديني مدينه نصر. هتعمل ايه في مدينه نصر؟ هتمسحي هناك؟ بقول لك ايه، ما تكترش وديني عباس الحقاد. يا ولية عباس الحقاد ايه؟ انت اللي زيك روح عباس الحداد مش الحقاد. ايه يعني مش هتركب لي ولا ايه؟ اركب توك توك في تاكس. انزلي توك توك. انا هوريك التوك توك ده عين امك. وريني يا عين خالتك. هتعملي ايه بقى؟ انت وديني ليه؟ بص، انت قد ابويا ومش عايز امد ايدي عليك. ابوك يا احمد. انا هوريك انا مين. الله. يلا. ايه يا بنتي؟ لا ينايم حالك. ينايم حالي؟ ما هو نايم لوحده. يا ناصر يا مان، عليك مره بربور على موسخه. لا لا مش انت يا مان باشا. انت فين يا بن ادم؟ دي العربيه بتاعت امبارح وده المفتاح بتاعها كده. دي عربيه الاستاذ ايمن مش كده؟ دي عربيه الاستاذ ايمن. روح انت بقى سعادتك.
طلعوني بيقول لي يا حمادة انت حد لقيني تقول لي ايه؟ بروح قلبي انا بحبك قوي يا حمادة. انا كمان حبيتك من ساعة ما شفتك في الجراج. وانا كمان حبيتك من اول يوم شفتك في الجراج. وانا حبيت سياس الجراج. بتخني يا حمادة؟ مين دي؟ ده جراج. جراج؟ تعال اركب. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بتعمله في عربيتي ده من ادم؟ هي دي عربية حضرتك ولا ايه؟ عربية حضرتي. انا والله بفكرها العربية بتاعت الشركة، ما خدش بالي خالص والله، بتاعت الاوتيل قصدي. حاجة عليا. لا ما هو كده ما يصحش خالص على فكرة. ايوه حاضر، خلاص انا قلت لحضرتك حاضر. اعمل ايه؟ اكتب كتابي عليها يعني عشان خاطر اصلح غلطتي؟ حضر نفسك يلا. طب عم ابراهيم فين؟ مش المفروض ان كان اجازته تنتين امبارح ويجي هو النهارده؟ عم ابراهيم توفى. لا والله توفى كده؟ ده انا ما شفتوش. لا اله الا الله. طب وانت هتدوا لي البدله بتاعته بقى ولا الكفن ولا هتعملوا ايه معايا؟ مش فاهم انا. هنشوف لك بدله على مقاسك. اتفضل يا استاذ ايمن. ميرسي يا حماده. عجبتك؟ عجبتني ايه؟ دي ريحه مهببه دي. هو انت غسلت العربيه بايه؟ الظاهر انها غسلتها بعربيه، غسلتها بحاجه مش الصابون مش حلو. ايه؟ ايه ده انت بتعيط ليه؟ لا ابدا، بس فرحان بالوظيفه. هي 10 ثواني بس وهتبقى زي الفل ان شاء الله. ايه يا حماده ده؟ ايه الريحه؟ ايه الريحه الفظيعه دي؟ ايه ده؟ لا يا استاذ، غسلت العربيه بصابون ريحته مش كويسه.